طبعا كل يوم سبت بتطل علينا الإعلامية النجمية يمنى شري من كندا لسنوات وسنوات عم نترافق نحن وياها طبعا بحلقات خاصة بكل المهرجانات والنشاطات اللي عم تصير فنيا وغير فنيا واجتماعيا والأسبوع اللبناني والشهر اللبناني والتراث اللبناني والعربي وكل الجنسيات المجموعة بهالبلد هيدي. كل هالنشاطات عم نقلكن ياها من خلال ألا يمنى من كندا. اليوم مقابلة يمنى رح بتكون طبعا مع هي واحدة رح نتقل لعندها وكلنا نتفرج عليها، مقابلة مع الفنان العراقي محمود التركي بجولته بكل أنحاء كندا، ونشوف شو صار وين كانت يمنى كمان بجولتها معه. ألا يمنى، معكم الليلة من تورونتو وتحديدا من البيرسون كونفنشن سنتر لحفلة عراقية فيها الحب والشجن والإحساس، طبعا من تنظيم الشركة الفنية الرائدة أغانينا انترتينمنتس اللي سوا عملنا أحلى النجاحات وأحلى الكونسرت. الليلة ليلة عراقية بامتياز، ليلة الشجن، ليلة الحب، ليلة الإحساس مع الفنان العراقي الشاب محمود التركي. أحلى شيء بمحمود التركي انه مستقطب جيل الشباب، يعني اليوم بالسهره في عنا ابتداء من 18 20 وصولا قد ما بتكون. مش اول مره بيجي على تورونتو، كان في استقبال ونجاح كتير كبير بالسابق، وهيدي هي المره الثانيه محمود وصل امبارح، وكلنا ناطرين حفلته ليله بالبيرسون كونفنشن سنتر. يا سلام. وطبعا ما فينا نبلش الحفله ونبلش هالايفنت من دون ما احكي مع سعود ياكو اغانينا انترتينمنت. الف مبروك، افتتحتوا الموسم. حبيبي اهلا وسهلا باحلى يمنى واحلى غنادي الجديد. يعني انا بفرح من اشوف يمنى واشوف قناه الجديد حفلاتي. اشكركم كثير كثير من كل قلبي. كنت حكيت انا من يومين على السوشيال ميديا انه سوا عملنا احلى النجاحات، يعني من ملحم زين لراغب علامه لفارس كرم، نجوى كرم، سيف نبيل، وانتم طبعا كنتوا سبقتوني اكيد بالنجاحات مع اليسا وغيرهم. شو بدك تقول عن هالنجاحات الحلوه؟ طبعا هي حلوه، وخاصه من تعملي مع ناس يعني ليجندز مثل هيك ليجندز. اوف كورس يور براود، انا ام سو هابي، يعني افرح كثير من اعمل حفلات كثيره مع ليجندز، خاصه يعني انا صحيح عراقي بس اشتغل كثير مع اللبنانيين، بحب اللبنانيين كثير. متذوق للفن، بس نحن الليله عندنا ليله عراقيه، ليله الشجن والحب والاحساس. فغيرت الجو، صحيح غيرت الجو، صار لي فتره بجيب اللبنانيين والعراقيين كمان قالوا لي يعني انت اخذت الخط اللبناني، قلت له لا لا في عراقيين وان شاء الله بنرجع اللبناني كمان. الليله ليله محمود التركي، شو هالشاب اللي مكسر الدنيا؟ طبعا محمود فنان بيشتغل صح، فنان في عنده كاريزما، فنان حلو، وما شاء الله عليه البنات بتحبه كثير كثير، بتحب البنات، وان شاء الله بالصاله اليوم راح نشوف اكثر بنات من الولد. وحتى اعمار صغيره، يعني واصل لجيل الشباب محمود التركي اللي هو مش اول مره بكندا، بس واضح انه عمل سكسس فحبيتوا تجيبوه كمان هالمره. يا صحيح، الحفله الاولى كانت حفله ناجحه كثير، والاعمال الجديده اعمال حلوه، يعني العالم بتعشق اغاني لمحمود التركي. مثل ما قلتي الجيل الصغير بيحبوه كثير، فحلو بنجيبه، والحمد لله ناجحه، حفله ناجحه في عالم كثير.
الجيل الصغير والجيل الكبير، وأنا وقناة الجديد منحب أغانينا انترتينمنت لأنه دايما بتجيبوا لنا أحلى الفنانين، فبتكون فرصة حلوة أنه أكيد قدمهم أون ستيج بس كمان نعمل معهم لقاءات ونخلي هالجمهور العربي العريض عبر شاشة قناة الجديد وكل المغتربين بهيدي البلاد كمان يحضروا ويتابعوا أهم الحفلات. Thank you so much. حبيبي أشكرك، يعني يمنى أنت one of my favorite، يعني بنسميها احنا، بشكر يمنى كتير، بشكر قناة الجديد اللي بيغطوا حفلاتي، بينجحوا حفلاتي، بيوصلوا حفلات اللي بنعملها قناة أغانينا العالم العربي. بشكركم كتير كتير من كل قلبي. Thank you so much and we will rock it. We will rock it exactly حبيبي، شكرا. تعال شمعة حب شمعك دلاء، تعال يا ابن الحلال بس لك نعطي مجال، تعال تعال تعال. بعرفكم على جينا مدام تسعود اللي ما بتحب تطلع بمقابلات وما بتحب تحكي، بس انا بالنسبه لإلي يعني مثال المرأة العاملة الشاطرة الحديدية اللي ابتسامتها ما بتروح على وجهها، and she's a leader. I love her so much. I love you. Thank you, يمنى. We love you so much طبعا. وأنا تعرفت على يمنى قبل حوالي يعني قبل سنتين حوالي، كانت أول حفلة مع الفنان ملحم زين. إيه والحمد لله والشكر، يعني we're working together وكتير كتير فرحانة وبحب يمنى كتير، بحب شغلها. she's very smart lady، يعني independent amazing. يمنى she's the best. شركة أغانينا الشركة الفنية الرائدة يلي أنتوا يعني عم بتجيبوا على كندا أهم الأسماء وأهم الفنانين، وصراحة اللي كتير مميز كمان إنه الناس قد إيه بتبقى مبسوطة بالصالة، يعني اللي بيعلق مع بيعلق I mean he got attracted بأغانينا انترتينمنت ما بيعود ابدا الا ويجي على سهراتهم. شو خبر الناس، شو اللي اكثر شيء بتنتبهوا له وبتركزوا عليه لتكون الحفله ناجحه؟ يعني اهم شيء العالم يكونوا مبسوطين وفرحانين ومرتاحين، هذا اهم شيء. احنا يعني الفنان هو بيروح ويجي، صحيح بنحترمه وبنعمل اغراض للفنان يعني وي ريسبكت هيم، بس اهم شيء الكاستمر سيرفيس، اهم شيء العالم يرجعوا على الحفلات. مو يعني this is the main thing. الليلة محمود التركي، عيش حياتك وانسى همومك. انت بينطبق عليك هالكلام؟ ايه والله بينطبق. يا عيش حياتك وكمل يومك وعيش اللحظة. صح ايه والله ايه والله ايه والله. محمود التركي فنان كثير محترم ويعني كثير حباب، I don't know، يعني قريب على القلب و very nice down to earth singer. جينا I love you so much. I'm so proud of you. I love أغانينا entertainment and Sam ودايما يمنى. Thank you so much. We're very proud of you. Thank you so much يمنى. تعال أحبك حب خرافي، تعال عاشق مجنون ولا واحد مغرم؟ أنا بدي أعرف، بدي جواب. يعني تقدرين تقولين يعني عاشق مجنون؟ تقريبا. سميني عاشق مجنون، سميني واحد مغرم، هي ابتداع للغير سيدني يا بس انا شفتك وسميني عاشق مجنون، سميني واحد مغرم، بيت داعم تدغين الدنيا تضغط، حدي المهم تبقى وياي وانا اعيش بقلبك مثل مسكون تصير، بس انا شفتك مجنون اني بيه مجنون على غير واصل. محمود
هالشهرة الكبيرة يعني يلي حققتها، واللي عن جد كمان حتى الأعمار الصغار يعني جمهورك من تحت العشرين للعشرين ثلاثين أربعين، ما بدنا نكبر العالم أكثر، بس قدرت تصيد الجمهور اليونغ، وعم نحكي عن الجمهور العراقي، بس أنا فيني أقول أنه يعني أنا بنت أختي وما بتفهم كتير عراقي يعني لبنانية، فمغرومة بالأغاني. شو عملت؟ شو الخلطة اللي عملتها لتوصل الكلمة، توصل اللحن طبعا إلى جانب الشبوبية يعني؟ الحمد لله والشكر، هذا طبعا من جهد وتعب وسهر، والحمد لله والشكر هذا من رضات أهلي علي، رضات أمي وأبوي وأهلي وأصدقائي والدائر يعني الناس اللي حوالي، وشي أكيد محبة الناس ومحبة الجمهور وثقتهم بي. هذا الشيء يعني الحمد لله والشكر. أنا شوية دقيق يعني بالاختيار، وأركز بالاختيار وأنتظر الوقت المناسب على مود أنزل بالعمل، والحمد لله والشكر الاستمرارية موجودة من عمل إلى عمل، الحمد لله والشكر. مثلك بشر مرة يصير ما أعتقد يتكرر، مثل العمر واحد بس ما يقبل أكثر، سميني واحد طماع مثلك وأنا أشبع، أرجع قعد قلبك هاد ما أريد أطلع، مثلك بشر مرة يصير ما أعتقد يتكرر، مثل العمر واحد بس سميني واحد طماع مثلك ولا أشبع، أرجع قعد بقلبك هاد ما أريد أطلع، العاشق اللي يهوى بس مرة وحدة وماله ما يرجع يمحو بيته، أحبك بيد بيد وجهك خلاني ما أشوف أي صار حبك حماني، العاشق انطباعاتك عن أول مرة؟ كنت أول مرة عن جد بتجي على كندا؟ كنت أول مرة، والصراحة انطباعي إن صراحة إن جدا أفرح وجدا أكون سعيد من أشوف الجمهور شقد مبسوط وحافظ، وهذا الصراحة هذا الشيء يسعدني ويفرحني. قم نريد بحضنك امام واستري، عشت حالي ورديت بحضنك قضي، انت مستقر بدبي؟ انا مقيم في دبي، وبس كانت جيتي من امريكا، خلصت حفلاتي ثلاث حفلات في امريكا وجاي وجيت لكندا. زرت لبنان؟ طبعا طبعا لبنان يعني على قولتهم وهل يخفى القمر، يعني لبنان بلد حبيب وغالي على قلوبنا احنا كعراقيين. وانا صراحه قبل ما صار لي شهر من رجعت من بيروت، صورت فيديو كليب جديد وعمل جديد مع المخرج دان حداد، تحياتنا له. فبس بوقت انا ما صورت سوشيال ميديا وكذا، يعني ما حد كان يعرف ان انا ببيروت،
السبب الشغل والضغوطات، لان صورت اكثر من فيديو كليب، صورت 3 كليبات، وان شاء الله نتوافق به مثل ما توافقنا بالقادم. في ذكاء، في شقاوه باختيار الكلمات. هل لانه انت يونغ ولا انت بدك يعني حريص انه هيك الغنيه بتوصل اكثر؟ يعني عيش حياتك وطنش ما بعرف همومك، يعني في كلمه شقيه، في كلمه جريئه، في كلمه يعني فيها هضامه. طبعا اليوم انت لازم الرساله اللي توصلها لازم توصل رساله صح للجمهور، او لازم تنزل لهم السهل الممتنع. السهل الممتنع اليوم يعني مطلوب ومريود، ولازم تختار الجملة اللي هي العالم تردد بها، مثل الأغاني اللي نزلناها، مثل عاشق مجنون، حاسد روحي حاسدني، مثل عيش حياتك. والاختيار مهم جدا، مهم. ولا طبعا انا عمري 31 سنه، مواليد 92 26 1. يعني برج الجدي انت؟ برج الدلو. برج الدلو. انا الدلو بتفق مع الصبايا، مع الشباب لا، بس اتفقت معك. عجيب. الحمد لله شكر. مو ترى مو كل الابراج يعني تنقال صح، يعني مو كل الحكي كذب والمجمونة ولا صدقة. محمود، لما نقول اللون العراقي عم نحكي بكتير من الشجن، بكتير من الإحساس، وبكتير من الحزن. يعني مربوط اللون العراقي بالشجن الحزين. أغانيك فرحة يعني. الحمد لله. يعني تقدرين تقولين إن اليوم الفنان العراقي تقدرين تقولين شامل، كل شيء يغني. سبحان الله، يعني أكو سر بالفنان العراقي. اليوم العراقي يقدر يغني لبناني، يقدر يغني يقدر يغني سوري، يقدر يغني مصري، يقدر يغني مغربي. واللهجة يعني تقولين أبد، الأكسنت 100% صح. فلهذا السبب الفنان العراقي يعني متميز، ويعني قادر يغني كل شيء. وصراحة احنا اليوم احنا كفنان، اعوذ بالله من كلمة ثانية، انا عندي رسالة لازم اقدمها بأحلى صورة. العراقي دائما يعني ينزل غزل حلو، ينزل حزن حلو، ينزل اغاني راقصة ترقصين. هاي التشكيلة. بتغني لبناني؟ كيفك باللهجة اللبنانية؟ طبعا اغني، ليش ما اغني؟ انا اصلا يعني عندي اعمال قريبة ان شاء الله، عندي عمل ما معني. لمين حافظ باللبنان؟ يعني تان رجال ابا، هاي الاغنية مال نصيف، انا كلش حبيتها الاخيرة. وحافظ يعني كم اغنية، اللي مثلا الحبيبي الفنان والصديق من حمزيان. أو عندي هم أعمال، عندي عمل مصري وعندي عمل مغربي دا أحضر به، وإن شاء الله إن شاء الله ينزلن وإن شاء الله تعجبكم. حلو كتير، حبيت هالروح. يعني يعني حافظ يعني أغاني لزملاء لألك. من الفنانين العراقيين أو العراقيات، مين أصحابك؟ لمين بتسمع؟ هل بتلتقوا ولا في هيدي منافسة الكاري؟ لا بالعكس، أنا ما عندي إشكال مع الكل، كلهم يعني بالعكس، يعني سلام بيناتنا، وبيناتنا محبة، وبيناتنا ود. يعني ما أقدر أعددش مع يعني ويا الكل صراحة. أنا مع الكل، يعني من أشوفهم أسلم عليهم أحلى سلام، أتلقاهم أحلى ملقى. مع كل الفنانين. حلو كتير هذا الجو. شو محضر اليوم لجمهور كندا؟ شو محضر لهم؟ والله محضر الأغاني اللي هي دائما أنا معودهم على هاي الأغاني الحلوة واللي حافظيها،
هو عيش حياتك وعاشق مجنون وحاسد روحي وضمني وتعالى شبعك حب وشبعك ان شاء الله يعني محضرين اغاني حلوه ان شاء الله راح يستمتع بها الجمهور. يعني اخر سؤال وعد لان بعرف هلا هيك عندك يور مومنت، تفاجأت انه شفت غنيه مغنيها من كلمات كريم العراقي، وكريم العراقي يعني عنده هذا الشعر الثقيل وفقدناه السنه للاسف كمان. الله يرحمه طبعا الشاعر الكبير القدير كريم العراقي، صراحة حزننا احنا على وفاته وفقدنا هذه القامة الكبيرة بالشعر، الشعر العربي الشعر العراقي اللي هو كريم العراقي الله يرحمه. أنا صراحة عندي مو بس عمل معه، عندي عملين، عمل بعد ما نزل وعمل نزلت اللي هو هلا والله هلا بيكم اللي هو نزلنا على كاس الخليج، والحمد لله وشكر توفقنا بكاس الخليج. انا بقول لك تشرفت تعرفت عليك، شخصيه حلوه وقلب حلو وصوت حلو وطله حلوه، وثانك يو اجين كمان لبسام ولسام انه جمعونا فيك، وهلا رح تنجمع مع كل جمهورك العربي العريض بكندا. شرفتنا يعني لي الشرف، وجدا سعيد انا اليوم انت متواجده ويانا. وتعالى شبع الحب وشبع الدلال، يعني يويو ثانكيو لك على الحلقه. طبعا رح نضلنا بتواصل معك بكل شيء نشاطات عم تصير بكندا. نكست ويك بنكون انا وياك لايف مباشره بحلقه جديده من الا يمنى.